السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكمل في محاضرة جديدة من محاضرات الميديكال جينيتكس. كما تحدثنا المرة الماضية على موضوع مندل ستايل اوف انهيريتنس، وذكرنا أنه سنجل جين ديس اوردر كان جيف اس فينوتوبيك بيكتشر، وذكرنا أنه هذا الأمر بحكم أنه يعني جين will be transferred from one generation to another will be affected with other factors، بحيث انه يكون في عندي حاجه بسموها الكومبلكسيتي. يعني بالنسبه للهيومن هذا الكلام كان واضح بالنسبه للبيز نبته البازيلا، لكن في الهيومن في عندي كومبلكسيتي شويه مور كومبلكس سيتويشن. وذكرنا بعض من الاشياء اللي بتعطي احاءات في موضوع الكومبلكسيتي، ومنها كان بنترانس وان بنترانس، فهمنا ايش معنات بنترانس وان بنترانس. وكان في عندنا مصطلح اخر اسمه الاكسبريسيفيتي، تمام، انه في عندنا اختلاف في عمليه الاكسبريشن من انسان الى اخر، على الرغم انه التنين بيكونوا موجودين فيهم موجود فيهم اللي هو ذا سيم ميوتيشن على سبيل المثال. وتحدثنا كمان في عندنا حاجه بيسموها عمليه الموزايك او الموزايكزم، انه في عندي موزايك بتحصل بروسيس على مستوى السوماتيك سيل وكذلك على مستوى الجيرم لاين سيل. يعني على سبيل المثال على مستوى الجيرم لاين سيل ذكرنا انه الخليه الام اللي هي مثلا سبيرماتوجونيا بتاعت السبيرم اتس نورمال نو بروبلم، لكن ديورينج ذا ديفيجن حصل في عندي مشكله على مستوى جينيتكس بشكل او باخر. احنا الان مش في طور الحديث عن تفاصيل، اذا معناته حصل في عندي على مستوى الجيرم لاين بروبلم، وهذا اعطاني يعني بعد هيك اكيد حيأثر على زايجوت وهلوم جرى. فتحس انه وكانه شيء خرج عن النص، انه شيء اب نورمال جاء من نورمال، وهذا امر مش لوجيك في موضوع مندل. فهذا كان تفسير للكومبلكسيتي. وكذلك على مستوى السوماتيك سيل موزايكزم ذكرنا بانه بيحصل عندنا بعد ما يكون عندي زايجوت فورميشن، تمام، ممكن يحصل عندي مشاكل ل certain population of cells هم بيشكلوا لي organ معين، وعلى هذا الأساس بيحصل عندي problem. إذن هذه كلها عبارة عن تعقيدات. في عندنا مصطلح آخر اسمه anticipation. anticipation هي عبارة عن phenomena، خلينا نقرأ شوية، in which some family with particular dominant trait. إذن في عندنا ظاهرة إنه في عندنا dominant trait. هذه الدومينانت تريت موجودة عندنا في شجرة العائلة، أوكي، ولكن إحنا زي ما بنعرف إنه شجرة العائلة زي ما هنطلع later on هي عبارة عن generations، generation number one, two, three and so on، تمام. فممكن نلاحظ إنه في مرحلة معينة في generation من هذه generation، اعتبر مثلا generation number one، بكون عندي symptoms تاعت البروبلم الموجودة نوعا ما mild in the first generation to severe symptoms in later generations. يعني generation number one لو قلنا في عندنا problem X، تلاحظ انه symptoms بتاعت البروبلم بتكون less في first generation، مع generation اخرى بتصير more، generation اخر بتصير more، لهلم مجر، تمام. هذا المفهوم، طبعا هذا المفهوم اكيد يعني شيء معقد، لانه الان تم اكتشافه بحيث انه وجدوا على مستوى الجينيتك عمليه تحليل للجين، فوجدوا انه فيه بالفعل تراكم من المشاكل من جينيريشن الى اخر، تمام. فايش اللي بصير عندي انا هنا سكند اوكي، بقول لي فيرست الانتسيبيشن هنا result from two characteristics of repeat expansion mutation. إذن بقول لي هذه ظاهرة من خلال عملية repeat expansion. إيش يعني؟ بقول لي في عندي repeated sequence، يعني مثلا زي كود، تمام، الكود زي ما هو موجود عندي هنا زي CAG، يوجد عندي في الوضع الطبيعي عدد من هذه النمبر، عفوا عدد من هذه الكود CAG 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 عدد محدود. الآن ممكن يحصل مع جينيريشن آخر اللي بعد جينيريشن الثاني إنه هذا العدد يزيد أكثر number of codes، تمام، جينيريشن أكثر وهلوم مجرة، فمعناته السيفيريتي أكثر، تمام. إذا كل ما زادت الريبيت بتاعت هذه الكودز كل ما كنا more unstable
وصار عندي مشاكل بشكل أو بآخر. تمام؟ هذا المفهوم بتاع إيش؟ الـ anticipation بشكل عام في موضوع الأمراض. بيجي بيقول لي مثلا التربلت ريبيت اكسبانشن، هنا انه في عندي اكسبانشن اللي هو كودونز تربل، هذا الامر حيؤدي انه يصير عندي في الاخر حاجه بسموها ايش؟ هانتنجتون ديزيز. تمام؟ انه في عندي بولي جلوتامين صارت، يعني هذا عباره عن جلوتامين 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 جلوتامين. تمام؟ اذا وجد هذا الجين، تمام، اللي في عندي كروموسوم نمبر 4 وفي كميه من الريبيت معقوله، اتس اوكي. لكن اذا زادت الريبيت بنقدر ندخل في مرض اسمه هانتنجتون ديزيز، تمام، او هانتنجتون طبعا جين بيرجع للديزيز. ليش؟ لانه في عندي كود بيعمل لي جلوتامين، فبصير عندك بدل ما يطلع مثلا على سبيل المثال 10 20 30 جلوتامين ممكن يطلع 200 جلوتامين، اكثر من 200 جلوتامين، وهلما جار. طيب اذا هذا وضعيه احنا بنعيشها في هذا الامر. التريبل ريبيت ديزيز ا نمبر اوف نيورو سايكياتريك ديس اوردر، يعني هذا الشغله لها دخل في موضوع اللي هو ديجنريشن، بمعنى اصح عندي انا نيورو ديجنريشن، عندي ايش؟ نيورو ان ديجنريشن. النيورو ديجنريشن انكلود باي بولر افكت ديس اوردر، بعنا مرض ممكن يصير بعد هيك شيزوفرينيا اللي هو انفصام الشخصيه من ضمن الاعراض. ريبيت ديس اوردر can be classified into two distinct types. Repeated trans are translated or not translated. إذن أنواع الـ disease في الـ anticipation طبعا في عنا translated or non-translated. Translated يعني انه بكون في عندي repeated موجودة بيحصل عملية translation، وهذا will affect the protein formation. Non-translated انه بتأثر في عملية الاكسبريشن للجين من باب ممكن تكون في الانترون، وهذا بيعيق موضوع الكت بتاع الانترون وهلما جرى، فممكن يأثر في موضوع المسنجر ماتشور RNA formation. هذا بالنسبة لموضوع الأنواع بشكل أو بآخر. إيش بقول لي هنا في هذا الريبيت؟ إذا زادت بشكل أو بآخر عن حدها طبعا هتعمل لي مشكلة. يعني in general هل أنا يوجد عندي ريبيت من هذا الكودون اللي بيعطي لي جلوتامين؟ ممكن موجود عندي انا في الوضع الطبيعي تقريبا في داخل هذا الجين الهانتنجتون جين في عندي تقريبا بصل ل 30 ريبيت، وهذا امر طبيعي مش مشكله. لكن اذا زاد عندي على اكثر من 50 ريبيت موجوده، اعرف انه ممكن تبدا تظهر عندي في الحاله هذه نوعا ما مايل، شيء بسيط، بعض من السيمتومز. اكثر من 100 طبعا السيمتومز بتكون اكثر حده، مور ذان 200 بيصل ل 400 ريبيت، هذا معناته احنا بنقبل ندخل في الخطوره بشكل اكبر، وبيبدا يصير عندي السيفيريتي للديزيز. اذا عندي ده اكزامبل هانتنجتون ديزيز اوتوسومال دوميننت بروبلم افكت واحد لكل 20,000. تمام؟ وهذا ممكن يحصل عندي، يصير في عندي نوع من المشاكل على مستوى النيورون، لوس بيكون عندي ديمنشيا، عندي loss of motor control يعني مشاكل على مستوى النيرف سيستم. بقول لي this is slow progressively disease، يعني progress شوية شوية. تمام؟ خلال 15 عام تقريبا تجد الصورة عندها مكتملة لا severity بهذا disease. وأكيد التعقيدات اللي حتصير حيكون عندي نمونيا، عندي تروما، ممكن في الأخر هدول الأشخاص يؤدوا يعني يؤدي إلى suicide. تمام؟ هذول الناس زي ما هو مذكر هنا تقريبا السيمتومز تظهر عندي من 30 ل 40 سنه في 30s and 40s. اوكي، هذا اللي بصير. يعني ممكن في بدايه عمرهم ما تبينش عندنا الحده بحكم ممكن عمليه الريبيت بتكون اقل. The condition result from again of function mutation on the chromosome 4 and is an example trinucleotide قلنا ريبيت بهذا الامر، فمعناته هيطلع عندي هذا البروتين بشكل او باخر
اللي متغير اللي هو الكونفورميشن تاعه، ويكون عبارة عن توكسيك على خلية النيورون، تمام؟ وهذا بيعمل لي مشكلة في حد ذاته، ممكن يؤدي إلى نيورون جيت. هذا جانب. طبعا وزي ما ذكرت طبعا الريبيت يختلف من إلى اعتمادا على، عفوا السيمتومز تختلف السيفيريتي تاعتها اعتمادا على نمبر اوف ريبيت من هذا النيوكليوتايدز الموجود عند الكودون سي اي جي اللي ذكرناه. هذا جانب من الكومبلكسيتي بتاعت اللي هو المندل. عندنا مصطلح اخر اسمه امبرينتينج. ايش يعني امبرينتينج؟ امبرينتينج انه احنا بنعرف كل جين في له تو اليل، تمام؟ الليل بيجيني من الفادر، والليل بيجيني من ايش؟ من المادر، تمام؟ بيحصل عندنا في بعض من الجينات لازم التو الليل يشتغلوا، لكن جينات اخريات it's enough one of the alleles، تمام؟ the imprint يعني عمليه الامبرنتنج هي عباره عن عمليه خلينا نقول سايلنسنج لمين؟ للالليل. سايلنسنج ذا الليل، سواء كان سايلنسنج لا الفادر الليل او للمدر الليل، تمام؟ بقول لي انا الجينز انكودد في من بعض من الجينات الموجوده على كروموسوم 6 و7 و11 و14 موستلي ميثيليتد اوكير ان مايوسيس، يعني في بعض من الجينات موجوده على هذه الكروموسومات، تمام؟ بيكون هناك في عندنا ميثيليشن صار لا لمين؟ لسيرتين الليل. معناته هل صار ديسفانكشن؟ نو، هذا عبارة عن just control للجين expression، تمام؟ للجين expression. طبعا عملية البرينتينج في حد ذاتها انك انت بتعمل عملية نوع من prevention للإكسبريشن للجين، اوكي؟ من خلال تغير في الكروماتين conformation بشكل او باخر، تمام؟ لكن بيحصل عنا انه ممكن تكون عباره عن شيء ريفرسال. لو حصل عندي يعني نوع من البروبلم او ديفكت في الليل، الليل اللي يقول عنه سليم، ممكن يحصل عندي انه الليل الاخر يصير له اوبن ويصير له اكسبريشن بشكل او باخر. لكن هي ممكن تكون الامبرنتنج حاله مرضيه. لو انا عندي مثلا جين معروف انه تو الليلز ماست بي، لكن لو حصل عندي تشينج في وان اوف ذا الليلز صار له، خلينا نسميه برينتنج، بغض النظر ايش سبب هذا الامبرينتينج، هذا التعطيل من ناحيه ممكن يكون ميتيليشن او تغير في الكونفورميشن للجين، او مثلا سيرتن سايلنسنج بروتين اجت على هذا الجين، هذه كلها شغلات ممكن تعمل امبرينتينج. فممكن يكون مصيبه في الحاله هذه اذا انا عايز التو الليل عندي في الخليه يكونوا شغالين عشان يؤدي لي فانكشن. وضحت ازاي المقصود في موضوع امبرينتينج؟ امبرينتينج انه بصير في عندنا فيسيولوجيكال امبرينتينج وموجود عندنا في داخل الخلية. في عندنا مصطلح آخر نحكي عنه بشكل برضو يعني بسيط، إبستاسيس. إبستاسيس هي عبارة عن ظاهرة في عملية الانهيريتانس، تمام؟ بقول لي ظاهرة موجودة إنه وان جين، تمام؟ يعني أنا في عندي جين by its locus يعني يعتبر as إبستاتيك جين. إيش يعني؟ سوف يؤثر من باب يعمل سبريشن او يعمل اكتيفيشن، تمام؟ لفينوتوبيك اكسبريشن اوف دان الليل جين. يعني مثلا على سبيل المثال، وهذا بسموه مثلا هايبوستاتيك اذا كان عندنا سبريس، تمام؟ اذا كان بيصير في عندنا يكون سبريس بيكون عباره عن هايبوستاتيك. الايبستاتيك اللي هو المؤثر، يعني مثلا انا عندي جين موجود على كروموسوم اكس على سبيل المثال، وهذا الجين على كروموسوم X أكيد لازم يصير له إكسبريشن عشان يأثر على اللي هو الإكسبريشن أوف ذا بروتين أو جين آخر موجود على كروموسوم نمبر 1. إذن هذا منطق ممكن يحصل عندنا هذا الموضوع، أوكي؟ إذن الإبستاتيك اللي هو تأثير ممكن يأخذ بعدين، يا إما يعمل سبريشن أو يعمل إيش؟ يعمل اللي هو أكتيفيشن بشكل أو بآخر، تمام؟ بيجي بقول لي في عندنا مصطلح ريسيسيف ابستاسيس ودومينانت ابستاسيس من باب السبريشن. يعني خلينا نقول لو نيجي نقول انا والله عندي انا الجين اكس موجود على كروموسوم نمبر 1، لكن هذا الجين موجود في حاله ريسيسيف فورم. ها ريسيسيف فورم يعني بلاش نقول اي كابيتال اي كابيتال، اي سمول اي سمول، بالمفهوم هذا بسموه موزايك واس ريسيسيف.
ممكن يأثر على جين واي في أذر كروموسوم، تمام؟ هو يعني يأثر على الإكسبريشن، ممكن يعمل سبريشن إذا كان الجين إكس في حالة ما يكون عندنا ريسيسيف. وضحت؟ هذا جانب. بغض النظر إيش التأثير هنا، التأثير ممكن يكون ماسك زي ما أنا ذاكر هنا، يعمل عملية تحبيط للإكسبريشن، تمام؟ ممكن يكون الجين إكس في حالة دوميننت، يعني عبارة عن مثلاً A small B capital، A small A capital سوري، تمام؟ ممكن يأثر على جين آخر، تمام؟ ويعمل له مثلاً ماسك بشكل أو بآخر. هذا جانب في موضوع السبريشن. جانب آخر، تمام؟ إنه بتكون في عندي أنا الأكتيفيشن بروسيس، يعني مثلاً بيتشكل عندي كرر، ممكن يكون عندي جين A، تمام؟ لازم يكون مع جين بي على أساس تظهر الكلر على سبيل المثال. وممكن يكون هو A جين A أور جين بي بيعملوا لي الكلر، لكن التنين برضو ممكن يعملوا لي كلر بشكل أو بآخر. ممكن يكون عندي على سبيل المثال بمفهوم يعني بريكورسر، تمام، معين على أساس يحصل عندي برودكشن، ها يحصل عندي مثلا برودكشن، تمام، بمعنى اصح يعني بريكورسر بيكون في عندنا برودكت او خلينا نقول سبستريت بيعطيني برودكت، تمام. في الحاله هذه ممكن انا احتاج بروتين او جين A، تمام، وكذلك احتاج جين B على اساس يحصل عمليه تحول لهذا السبستريت تو جيف اس برودكت فور اكزامبل. اذا معناته كانه القضيه مش قضيه سبريشن، قضيه اكتيفيشن، ولكن ايش بنحكي احنا على عده صيغ في هذا الامر في موضوع اللي هو الإبستاسيس بشكل أو بآخر، تمام؟ إذن إنه أنا ممكن يكون عندي contribution ها for more than one gene، تمام؟ لا عساس يعطيني الكاركتر اللي إحنا بنياه أو الفينوتايب اللي إحنا بنياه، تمام؟ هذا اللي مفهوم في موضوع إيش الإبستاسيس بشكل أو بآخر بشكله البسيط. في عنا مصطلح ممكن مش كاتبه أنا هنا اللي هو بسموه بولي جينيك انهيريتانس. كمان بولي جينيك انهيريتانس بشكل بسيط اللي هو عبارة عن يعني contribution of more than one gene، تمام، عشان يعطيني one trait. هاي المقصود في بولي جينيك. هذا الكلام موجود بيحصل عندنا في جسمي، انه انا مثلا لو موضوع الطول على سبيل المثال، تمام، more than one gene will affect the tall character، تمام. هذا المقصود في بوليجيني. في عنا بليوتروبي. إيش يعني بليوتروبي؟ بليوتروبي هي عبارة عن جين ديس أوردر موجود عندي، تمام؟ لكن هذا الجين ديس أوردر اللي صار عندي سينجل جين ديس أوردر، تمام، ممكن يعمل يعني الديس أوردر هذا يعمل لي عدة فينوتيبك كاركتر مختلفات بيعتمد على وين الموقع بتاع هذا الجين، تمام. خلينا نذكر مثال في هذا الموضوع، يعني وكأنه بيأثر على عدة ليفلز. اكزامبل في هذا الامر، الكلاسيكال اكزامبل عندنا في البليوتروبي موضوع بيكيو لو مرض بسموه فينيلكيتونيوريا، يكون عندي مشكله في موضوع السينثيسيس لامينو اسيد. الان فينيل كيتينيوريا هذا الديزيز طبعا هتاخدوه ان شاء الله بتفصيل في موضوع الكلينيكال كيمستري، تمام. اذا وجدت عندي مشكله في هذا الجين، تمام، المسؤول عن اعطاء طبعا انزيم عشان يعطيني برودكت من امينو اسيد، تمام، ايش اللي حيصير في عنا؟ انه لو كان في عندي ديفكت في الانزيم اللي اسمه فينيل الانين هيدروكسيليز، تمام، اللي بيحول لي الفيلن الانين، تمام، لتيروسين، اوكي، هذا هيعمل لي مشكل في الحاله هذه، حيظل عندي ايش فينيل الانين اكيوميليشن توكسيسيتي. ليش؟ لانه الانزيم المسؤول عشان يحول لي لتيروسين في عندنا ديفكت، صار عندي اكيوميليشن وصار عندي توكسيسيتي. فبقول لي انا مثلا التو أليلز بتاعت هذا الجين إذا كانوا مضروبين، وطبعا الجين هو أصلا موجود في كل خلايا جسمي، إذا كانوا في الهير ومضروبين ممكن يأثر على البيجمنتيشن،
على سبيل المثال إذا كان موجود عندي في البرين على سبيل المثال ممكن يعمل mental retardation. إذا موجود عندي في السكين problem برضو البيجمنتيشن will be affected، وكذلك الآي حيأثر على موضوع البيجمنتيشن للآي. تمام؟ إذا البليوتروبي بشكل مختصر إنه أنا في عندي disorder في single gene، تمام؟ عمل لي diverse phenotypic effect on organ or systemic، تمام؟ level، تمام؟ نتيجة وين موقع هذا الديفكت الموجود، عفوا وين موقع الأورغان أو أي أورغان من الأورغان زي ما ذكرنا، ممكن يكون عندي سكين، ممكن يكون عندي الهير، ممكن يكون عندي الآي، ممكن يكون عندي البري. هاي المقصود في إيش؟ في البليو التريبي. هذا بنقلنا الآن يعني الصورة في موضوع الكومبلكسيتي بتاعت مندل، تمام؟ وهنا بنجينا لحديث آخر اللي هو البيديجري أناليسيز. البيديجري اللي عبارة عن إحنا بنقول على شجرة العائلة، إنه عايزين ندرس للتريت، تمام؟ وكيف هذه التريت بتكون موجودة، وإيش طبيعة صيغ الانتقال الوراثي من جينيريشن إلى جينيريشن في هذه التري أو بسموها شجرة العائلة البيديجري، تمام؟ واكيد طبعا هذا البيديجري يعني اكيد في عوامل كثيره بتاثر عليها، من ناحيه على اساس ان نقول انه والله هذا الانهيرتنس تاثر بالايجينج، تاثر بالانفايرمنت، تاثر بالابيجينيتكس، شغلات كثيره ويل بي افكت ذس بيديجري اناليسيس. والبيديجري اناليسيس طبعا اكيد بدها ناس اخصائيين بسموهم في الحاله هذه كونسلتنت. هي موجود عندي التعبير هذه اسمه ايش؟ كونسلتنت. هذول الناس، تمام، ذكرت الاسم هنا، عبارة عن persons who bring family to attention by consulting a geneticist. يعني ايش؟ يكون في عندي ناس خصوصي بتعين جينيتكس، تمام، اساس يقدر يشرح ويوضح طبيعة الانهيرتنس، ممكن ايش توقعات بتاعتها. اذا في عندنا هذا الامر. في عندنا حاجة بسموها proband، تمام، اللي هو affected individual، تمام، اللي اعطى الانتباه بسموه بروبان الافكتد، او بسموه بروس بروبيسيتاس او اندكس كيس، الكيس اللي من خلالها انا بقدر احكم على طبيعه المرض وكيف اقدر اقيم طبيعه الانهيريتنس بشكل او باخر. اذا فهمنا ايش معنى بروبان كونسلتنت. في عندنا هذا الانسان المصاب او اللي بنقول عنه بران بروبان الافكتد، في له برادرز اند سيسترز بسموهم سيبس، تمام، فالعلاقة بتكون علاقة بسموها السبشيب في هذا الأمر. كيندر ذا انتاير فاميلي، العائلة نفسها الموجودة، تمام، عندنا بشكل أو بآخر. طبعا العائلات هي ممكن أنا أقول القرابة بقسموها كمان فيرست ديجري، سكند ديجري، تير ديجري في موضوع القرابة زي ما احنا عارفين، تمام. في هناك كمان عندنا حاجة بسموها كونسيكونياس. إيش يعني؟ انه في عندنا الكابلز اللي بكون ايش مالهم عندهم يعني مرجعيه انسيستر واحد، كومون انسيستر، تمام. اذا في عندنا الكونسنكوانيتي بسموهم الاقرابه اولسو ويل بي كونسيدرد. اذا هذا مصطلح من المصطلحات اللي لازم اكون انا عارفها. ايسوليتد كيس، ايسوليتد كيسز يعني انت لما بدك تنظر للكيندر، تمام، للعائلة بدك تشوف الـ if only one affected member، يعني مثلا هل بس شخص واحد، وهل يعني هذه أجت هيك فجأة ما فيش في جنريشن للأول ولا الثاني مثلا، هي sporadic case بسموها، أجت يعني عابرة نتيجة ظروف معينة عاشها هذا الشخص، تمام. هذا ممكن يكون نتيجة new mutation. هذا الوضعية ده وجدنا شخص بهذا الأمر بنقول عنه هذا عبارة عن isolated case نتيجة ظروف ما لهاش علاقة بالإنهيرتنس. إذا دراسة البيديجري أو البيديجري نفسها اللي أنت عايز تدرسها لازم تتأثر طبعا بعدة عوامل أنت لازم تحطها في بالك بشكل أو بآخر. بقول لي age of onset، هذه الفاكتورز. بقول لي not all genetic disorders are congenital،
ممكن يحصل عندي انه انا صار عندي مشكله جينيتكس، لكن هي عباره مش كونجنتال جيانه من جينيريشن، تمام؟ ممكن يحصل عندي هذا الامر، اوكي؟ ممكن يحصل عندي هذا الامر ويكون نتيجه شيء زي ما قلنا خارج من باب صار في عندنا اذر فاكتورز دخلت على الخط. تمام، اذا هالكلام تقريبا نفس الفكره. Many genetic disorders develop prenatally and thus are both genetic and congenital. كمان بدك تدير بالك في دراسه البيدجري عشان تقدر تحط ايدك على طبيعه الانهيرتنس ايش صيغتها، اذا كان عباره عن اوتوسومال ريسيسيف دوميننت، عباره عن سكس لينك ريسيسيف دوميننت. برضه بده يكون عندك اطلاع على جانب ايش في عندنا ناس مثلا برينيتال، صار في عندي مشكله جينيتكس برينيتال يعني في خلال الحمل، تمام؟ تكون عندي كونجينيتال على سبيل المثال في هذا الموضوع، يعني شيء له علاقه في موضوع الـ كيف انه بكون في بعض ناس عندهم صارت الموضوع في فتره الحمل، تمام؟ وممكن طبعا ناس يكون عندهم برينيتال لايف، ممكن يكون في عندنا ديت لناس، يعني مثلا الست عندها صار ابورشن ديت بعد اي شهر من البريجنانسي، هذا اللي صار عندنا نمبر اوف ديت، طبيعه الديت في اي شهر من الحمل وان سو اون، في طبيعه الديفلوبمنت للبيبي، هذه كلها شغلات ويل بي كونسيدرد في موضوع الايفالويشن للانهيرتنس ستايل، تمام؟ وممكن تشوف كمان بعض من الديزيز، هذا طبعا بيقول لي عن اوستوجينيسيس امبرفكتا، نوع من انواع المشكله على مستوى المسل بروبلم، تمام؟ في عندنا اذر اكسبريست as soon as the infant begins independent life، يعني بيقول لي في بعض امراض كمان بدك تلاحظ شوف بعد الولاده ممكن يصير في هناك بدايه مشكله تظهر عندنا، فبدك تصير تقيم ايش طبيعه الامراض ممكن تكون في هذا الامر عشان تقدر تحكم عنه، تمام؟ وممكن ناس يبين عندهم الامراض بعد فتره البلوغ على سبيل المثال، زي ما نقول والله ناس يولدوا اوكي طبيعي 100%، لكن هذول الناس بموتوا مثلا بعد 20 30 سنه، اذا بده يكون عندك نظره لهذا الامر. هذه عوامل. اذر فاكتورز بدك تطلع على طبيعه العائله من ناحيه السايز تاعتها، تمام؟ اوكي، هذا جانب. تشوف طبيعه النيو ميوتيشن، اوكي، دايجنوستيك ديفيكولتي، بدك تراعي طبيعه يعني التشخيص ممكن يكون فيها صعوبه، تمام؟ بحيث انه يكون في عندنا اذر فاكتورز انفولد زي ما بقول لي، تمام؟ دايجنوستيك ديفيكولتي اوينج تو ابسنت اور فيريبل اكسبريشن اوف ذا جين، يعني تحس انه في عندي مشكله في الجين بصير الاكسبريشن هنا عند جينيريشن معين جينيريشن اخر بصير له اكسبريشن، برضه هذه بدك تقدر تعملها تقييم، وهذا طبعا اكيد امورها شويه بتكون معقده. اذر جينز اند انفايرمنتال فاكتورز مي افكت جين اكسبريشن، طبعا في عندنا قلنا جين اذا كان عندنا انهيرتنس من باب مور ذان وان جين افكت او انفايرمنتال افكت، هذه كل الشغلات انا بدي ادير بالي عليها واشوف موضوع السرفايفل للبيبي. الانفورميشن اللي بتاخذها برضه، تمام؟ لازم تكون موجودة عندي. نقص الانفورميشن ممكن تعيق ان اقدر احط ايدي على الدياجنوسيس السليم، اذا هذه كلها الشغلات احطها في الاعتبار بشكل عام، تمام؟ ان جنرال على اساس انه بقول لي تدرس البيديجري اللي هي شجرة العائلة، بقول لي 3 جنريشن هيستوري، يعني جنريشن الاول والثاني والثالث اكون ملم فيهن، تمام؟ بشكل او باخر، وهذا حيساعدني في عمليه التقييم بشكل او باخر، لكن جينيريشن واحد حيكون عندي صعب ان اقدر اقيم طبيعه المرض وانتقال المرض من الى، تمام؟ فهذا بيستدعي اني انا دائما اسال اذا كان في عندنا هذول الناس اللي اوريدي مصابين في لهم ريلاتيف عندهم نفس المشكله على سبيل المثال، افدر الناس سيبلينج اخوتهم اخواتهم هل هو مات لهم حد قبل هيك في فترة ولادة بعد الولادة ولما جرى، تمام؟ هل صار عندي مثلا مسكارج، صار عندنا ناس توفوا هم في فترة الحمل، تمام؟ هذه شغلات بدنا ندير بالنا عليها بشكل أو بآخر. بدك تشوف عندك سيبلينج الموجودين والديفرنت بيرنتس مثلا، إنه أخوي لكن أخوي من أم،
مثلا اخوه من ابو، كل واحد اجى من ام، هذه برضه بدك تحطها في الاعتبار. تمام، هل هذا الشخص الموجود في العائله بالتبني جاي، اخذته العيله متبني، هذا برضه بده يحط اعتبار عشان تقدر تقيم صح. Ask about consanguinity القرابه، Ask about ethnicity، هذه العائله انا بقيمها اصلها من اعراق مثلا افريقيه اسبانيه اسبانيك هسبانيك او مثلا افريكان. تمام، هذه كلها اشياء انا بدي اقيمها وتكون عندي كداتا على اساس اقدر اعمل في الاخر اللي هو decision how ده خلينا نقول الانتقال بتاعت الديزيز من الى. والفاميلي هيستوري از امبورتنت، هنا بيقول لي ات كان بي كريتيكال ان دايجنوستس، مهمه طبعا. كان بروفايد انفورميشن، هذا الكلام حكيناه. كليريفاي باترن اوف انهيرتنس، اذا في الاخر انا عايز اعمل باترن اوف انهيرتنس، صيغه لطبيعه اللي هي الوراثه الموجود عندنا ايش طبيعتها بهذا الموضوع. بيقول لي دايجنوستس اوف هيريتري كونديشن الاو ريسك estimation in other family members so that proper management, prevention and counseling. بقول لي يعني in general انه diagnosis سليم لهذا inheritory، طبعا بخليك تعمل estimation تقييم كويس لطبيعة كيف تنبؤاتك للأجيال اللي بعد القادمين، probability تاعت اللي هو كيف كل حد مصاب مش مصاب. تمام، ممكن تساعد في عملية المنع انه يحصل عندنا اجيال مصابه او افراد مصابين. تمام، ويأثروا على الفاميلي. اوكي، خلينا ان شاء الله نقف عند هنا هذه النقطه. بقول لي رول اوف جينز، اوكي، رول اوف جينز ان هيومن ديزيز، رول اوف جين ان هيومن ديزيز. طبعا اكيد الجين له رول كبير جدا في موضوع الـ human disease. اوكي، بقول لي انا في بعض جينز more than one gene affect. تمام، بقول لي هنا على سبيل المثال most diseases of phenotype result from inheritance between genes and the environment، يعني نتيجة تفاعل الـ environment أثرت على الجين. هذا بيحصل زي موضوع الأكوندروبليشن، الناس اللي عندهم قزمية مثلا. في عنا other phenotype require genetic and environmental factors، زي موضوع المنتال ريتارديشن مثلا. تمام، صارت عندي في الناس اللي عندهم BQU، ممكن يكون عندي other environmental factors أثرت انه يصير عندنا منتال ريتارديشن لهذول الناس. بقول لي some phenotype result primarily from the environment or chance، زي مثلا بيجي بقول لي في بعض من الأمراض ملهاش علاقة بالجينيتكس، إلى علاقة من وين؟ بالانفايرمنت، زي ناس اللي بصير عندهم ليد بويزنينج، وهذا حيأثر على الفانكشن في ليد بويزنينج. خاصي بنحكي على موضوع الهيم سينتسيز اللي مقصود في موضوع في الهيموغلوبين سينتسيز. تمام، في عندنا الليد ممكن يصير له يعمل انترفيرنس البويزنينج هذا، ويأثر في طبيعة الهيموغلوبين سينتسيز، وعمل لي طبعا سيندروم وعندي مشكلة في الحالة هذه. إذا بمعنى أصح بيجي بيقول لي الجينيتكس involved في موضوع الانهيريتنس، من ناحية الفينوتيبك بيكتشر، إنه كمان في عنا تفاعل بالجينات مع بعض، تفاعل بالانفايرمنت مع الجينيتكس بتاعتنا، وكذلك ممكن يكون في certain environmental factor أظهروا لي اللي هو الكاركتر بتاعت الديزيزز. As well as ممكن يكون الانفايرمنت alone can affect، يعني الجينيتكس بتاعت الإنسان تكون سليمة no problem، ولكن حصل عندنا interference من الانفايرمنت زي موضوع الليد بويزنينج اللي هو تسمم الرصاص، ويأثر على الفانكشن بتاعت الاورجانز الموجود عندي. وكان على يعني من ضمن الامثله موضوع الهيم سينتسيز في موضوع الليد بويزنينج will be affected. خلينا نقف هنا ان شاء الله رب العالمين، ونكمل في محاضره قادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.